أول في بطولة الدوري، أيضا أنا أنسب بأنه ظهر بشكل جيد في بطولة السوبر بقاء أحد اللاعبين في دكة البدلاء. أيضا هو النظام يتيح ليونيل ميسي بأن يكون فرصة أكبر في هذا الموسم ويبين وصلت إلى سرابيا، بابلو عنده كرة عرضية إلى ليو، التفويت بعد ذلك أول لفريق باريس سان جيرمان في بطولة الدوري في هذا الموسم. نحالي كذلك الجماهير البرازيلية هم يعرفون بأهداف بانطلاق سرابيا يحاول نيمار وفرصة فيتينيو في اليمين، أشرف جول الله 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 موريتياو، ركلة ركنية تنفذ، راسية تأتي سيرخيو، عنده كرة ما زال ليو إلى نيمار الثالث، فرصة الثالث ما زالت، نيمار عنده كرة يمرر كرة ممتازة نونو، أنونتونا نيمار يرسل كرة عالية ماركينيوس، يا سلام يا سلام يا سلام، كانت بالمصرة مميزة جميلة، خذها يا قائدنا، نيمار عنده كرة ماذا سيفعل نيمار، يتقدم نيمار إلى ليو يرفض كرة ليو بعد تمريرة نيمار، آتت التسديدة لكن دياب بعد ذلك تمريرة قصيرة لكن تغطية كانت موجودة، كرة بتعود بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى، جلبت القائمة الأيسر وتحولت إلى ركلة عمر، مرر كرة باتجاه بابلو سرابيا والعرضية، قدم تمريرة باتجاه سرابيا اللي كان متسلل في البداية، التسلل كان على سرابيا وليس على نيمار. نعم ولا قائمة عرضية ترسل خطيرة للجول، اوه انت غير محظوظ، أدلما منع في الشوط الأول يمنع في الشوط الثاني، هذه ثم يا السلام هذا جول، الله نعم هو كذلك، نعم هو كذلك، لأننا نتحدث عن لاعب عن عودة، هنا لدينا ليو ممتازة، الله تني يا ليو، كلما قلت أن لدي مخزون أدبي لأصف ما تفعل في كل مرة أجد مخزوني ضحل ليجدد وصفة جديدك، نعم ها وبالتالي أتت الصافرة من السيد جيرمي السيناب، باريس سان جيرمان حامل اللقب يبدأ الموسم بانتصار.